استشهد 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة جراء اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف على بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي. تعرضت بلدة تل رفعت للعديد من القذائف نظرا المجموعات الإرهابية المسلحة الموالية للنظام التركي، مما أدى لارتقاء 3 شهداء منهم طفلان أحدهما في 5 والثاني في 10 من العمر وأمرأة، ويوجد 7 إصابات من الجرحى منهم أطفال أيضا. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.